طيب السؤال 74، سؤال ليرنينج كيرف، بيقول لك A corporation has determined that when the quantity، طبعا ده سؤال في البادجت في الفوركاستنج ليرنينج كيرف. A corporation has determined that when the quantity produced in units double من كرسي كرسيين، ال average time period for الكرسيين 90% للكرسيين على بعض. يبقى سيادتك تمام. شغال في موديل انكريمنتال ولا كوميوليتيف؟ طبعا كوميوليتيف على تفصيل حاجات دي في السيشنز الشرح.